نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. أول حاجة، اسمي محمود حمدي. أنا هكون الاستراكشر بتاعكم إن شاء الله للبي اتش بي اسينشال كورس، و أي هوب إن كل الناس اللي معايا يعني توصل لأقصى استفادة من الكورس. ان شاء الله ان شاء الله. ليتس اوكي ان شاء الله ليتس جيت ستارتد. بس يعني قبل ما نبدا ان شاء الله، محتاج الناس يعني لو في ملاحظات، فانا محتاج ناس تلاحظ في يعني الشات عشان اقدر ارد على الجميع. فانا محتاج ان الناس يعني تنظم نفسها شويه. هو للاسف استاذ امين، انا قايل ان الكورس بالانجلش، ف انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اشرح يعني الحاجات. استاذه رضوى، الشرح بالانجلش، لان بس بليز ويت، يعني خلينا ساعه واحده بس. يعني المشكله في البي اتش بي ان الناس لازم تكون عارفه حاجه مهمه، ان البي اتش بي اتس بروجرامينج لانجويج. لازم على الاقل البروجرامر يا تكنيك كورس. يب مظبوط مظبوط. يعني هو مش انجليزي. طيب هو مش انجليزي قوي. يعني هو انا مش طالب من الناس ان هي تكون عارفه انها تكون بروفيشنال انجلش. لا، انا محتاج الناس تكون يعني فاهمه على الاقل اللي انا بقوله، وانا ان شاء الله هقدر اللي هقدر عليه اشرحه بالعربي. تمام. بيزك انجلش. مظبوط مظبوط. بليز لو الناس لو عندها هنتس او حاجه او سؤال، يعني يا ريت لو 1 باي 1، يعني واحد ورا واحد عشان اقدر اجاوب. شكرا. لا، مش لازم تكون ويب ديزاينر، في ممكن تكون ويب ديفلوبر. يعني الويب ديفلوبر اشمل واعم من الويب ديزاينر. بس بليز، ما انا مش هقدر اخد اني كويستشنز ناو. يعني فبعد اذنكم هنخلي الكويستشنز، لو حد عنده سؤال او حد عنده اي استفسار عن اي حاجه، هنخليه في اخر 10 دقائق في المحاضره عشان نقدر نكنترول السيشن. طيب. اوكي ان شاء الله. اوكي، في اخر المحاضره ان شاء الله اي حد محتاج اي حاجه هقدر ان انا اتواصل معاه ان شاء الله، مفيش مشكله. اوكي شكرا. اوكي. زي ما انتم عارفين، او لو كنت بصيتوا على الفلاير بتاع الكورس، انا كنت قايل النهارده انتروداكشن تو بي اتش بي. تمام. شكرا استاذ عاصم. هدي انتروداكشن عن الفيسبوك، عن ال بي. بس قبل ما ادي انتدكشن تو بي اتش بي، انا هقول يعني اختصار صغير كده لل اتش تي ام ال والسي اس اس، لان الناس لازم تكون عارفه يعني ايه اتش تي ام ال والسي اس اس بيفور دي جت تو نو بي اتش بي. يعني قبل الناس ما تبدا تعرف ايه هو بي اتش بي، لازم الناس تكون عارفه ايه هو اتش تي ام ال وسي اس اس. Let's get started. HTML and CSS, it's different between the two language and their syntax and some common technology, the programming language. بس نقدر نقول ان البروجرامينج لانجويج بتاعت HTML و CSS is a static language. يعني ما فيهاش اي dynamics، يعني ما فيهاش اي حاجة متحركة، يعني هي static بطبعها. او انت الكودز اللي بتكتبها لما بتيكو على السايت بتستيل ستاتيك، يعني هي واحده جامده فروزد ما بتتحركش، مش تفاعليه. مظبوط شكرا. HTML is a hyper text markup language created to give content structure and meaning. يعني ستاتيك ويب سايت. ماشي شكرا. مظبوط.
ف زي ما قلنا HTML هو هايبر تكست، ممكن عارفين يعني هايبر تكست لانجويج. كرييتد يعني اتعمل ال HTML علشان يستراتش حاجه في الويب. يعني انا بستراتش الويب بتاعي عن طريق HTML، كودز بتاعت HTML عليه الصلاه والسلام وبركاته. اما CSS هو اختصار لكلمه كاسكيدنج ستايل شيت، وهو بستايل ال HTML افتر اي كرييت البيج. يعني بعد ما بكريت البيج، سوري، بعد ما بكريت البيج بتاعتي بالمظبوط. فانا بكريت البيج بتاعتي بكتب كودز HTML، لكن لما باجي استايل، يعني سي ان انا كرييت مثلا بيج كل HTML، بيفضل ال HTML بيبقى وان كلر وكله مصفوف على جنب واحد، مفيش فيه اي لينك، يعني مش واخد لون، مش واخد فونت، مش واخد ورب، مش فلوت، يعني مش واخد، مش طالع يمين او شمال بالظبط. انا لما بنظم ال HTML او بستايل HTML بعمل كاسكيدنج ستايل شيت او CSS. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ف اوريجينال، مش فاهم يعني ايه اوريجينال. يعني هو اي حاجه انت بتكتبها المفروض تكون اوريجينال. بس خلينا من الاسئله، هنخلي الاسئله بعد اذنكم. في يعني لا انا هبدا اكتب، يعني انا هبدا اكتب بس لما اخش على البي اتش بي ان شاء الله. بس بليز يعني الناس اللي عندها كويستشنز بليز يعني خليها في اخر المحاضره، يعني ممكن تكتب. خلينا نبدا. انا مش محتاج معرفه، او مش محتاج ان انت تكون عارف HTML و CSS قوي، او تكون دارس HTML و CSS قوي. يعني مش اكتر من انت محتاج منك بيزكس يعني صغيره قوي تكون عارفها في HTML و CSS. احنا مش هندرس HTML و CSS، فالبيزكس لو في حد محتاج ان انا اوضح له بيزكس فانا ما عنديش مشكله. يعني ان شاء الله في المحاضره الجايه احط بي دي اف في البيزكس بتاعت HTML و CSS عشان ما يعني نختصر الوقت ونوصل لاقصى استفاده ان شاء الله. ف هنبدا في البي اتش بي، وزي ما قلنا بي اتش بي انتدكشن. فانا هتكلم الانتدكشن بتاعي او المحاضره بتاعتي بالانجلش، وهقدر يعني على قد ما اقدر هشرح اللي انا قلته بالعربي. اوكي، ف let's get started with PHP introduction. PHP introduction, you need to know that you definitely need to learn HTML before learning PHP. That's what I said before. So PHP is going to build on the foundation of HTML. يعني احنا بنبني ال PHP جوه ال HTML. The foundation of HTML and the result of PHP will always be the send of the HTML to the browser. ال PHP اللي انا بكتبه جوه ال HTML هو ده اللي بيظهر عندي على البراوزر بتاعي. In this course I'm going to start with the fundamental of PHP language. When we move to the real world techniques that you can use. So البداية بتاعتي هتكون عن طريق أساسيات الـ PHP، أو إيه هي لغة الـ PHP. وأول ما هنبدأ نتحرك ونبدأ نكتب PHP، كله هيبدأ يستخدمه معايا إن شاء الله في المحاضرات الجاية إن شاء الله. فنقول يعني إيه PHP or what is PHP. PHP is a server side scripting language. Scripting language. So you may ask why the PHP is a programming language. How is a programming language is different from a scripting language. يعني ايه programming language والفرق بين programming language و scripting language. يعني هنضرب مثلا scripting language does only in response to advance. Programming language can do things even when it's not responding to advance. يعني فرق بين programming language و scripting language ان انا ال scripting language بتاعتي solid، ما ينفعش
ان انا اشتغل عليها الا وهي عندي الويب سيرفر بتاعي لازم يكون اكتيفيتد او ان انا اقدر ادفانس على البراوزر. اما البروجرامينج لانجويج فانا ممكن اشتغل even when it's not working. أسئلة. شوف لو في أسئلة يا أستاذ عاصم. I hope إن لو في أسئلة ممكن تكون في آخر المحاضرة. أنا هعيد يعني ماشي أوكي، هعيد مرة واتنين عشان الناس تركز معايا شوية، وهركز في كل نقطة أكتر إن شاء الله. أوكي أنا هخش في البي اتش بي، بس لازم أدي انتروداكشن، يعني الناس لازم تكون عارفة كده. يعني ممكن لو حضرتك عارف إيه هو البي اتش بي، في ناس مش عارفة إيه. الناس بليز بعد إذنكم خلي أي أسئلة، يعني أنا هدي فرصة في آخر المحاضرة لأي حد عنده أسئلة، بس عشان المحاضرة ما تطولش مننا بعد إذنكم. تمام؟ فهرجع أقول تاني what is PHP. PHP is a server side. Server side يعني لغة بتتأكو على سيرفر أو بتعمل على سيرفر، لازم يكون في سيرفر. Scripting language، دي scripting language. But now you can ask، لازم المفروض ممكن تسأل why the PHP is a programming language، how is programming language is different from scripting language. يعني ايه الفرق بين البروجرامينج لانجويج والسكريبتنج لانجويج. Let's say scripting language does only in response to advance. Programming language can do things even when it's not responding to advance. يعني او بمعنى صحيح، او بمعنى مثلا كده بالعربي القوي، يعني انا مثلا سي لو انا بشتغل على حاجه زي سكريبتنج لانجويج، السكريبتنج لانجويج لو عملت حاجه غلط كل حاجه بتقف، يعني مفيش ريسبوند، ما يقدرش يعمل ريسبوند طالما في حاجه غلط. بروجرامينج لانجويج كان دو ثينج ايفن اتس نوت ريسبوندينج تو ادفانس، حتى لو مفيش ريسبوندينج تو ادفانس فانا سهل ان انا اكمل. Like Java scripting but unlike Java script. Java scripting and Java script. PHP it's going to run on the server side not on the client side. I need to type that. I have the active. Let's say PHP. Not on the client side. Sorry. Yeah, PHP is going to run on the server side, not on the client side. خلينا نشرح النقطة دي. And I mean by server, web server, and the client side is the web browser. That's the difference between the server and the client. So when I said P is going to run on the server side, معنى كده ان انا هشغل ال PHP على السيرفر، اللي هو السيرفر بتاعي اللي انا بشغل على ال PHP اللي هو الويب سيرفر، بيشتغل على الكلاينت. يعني انا ببعت شغلي على الكلاينت سايد او الويب براوزر، بشتغل على الويب سيرفر.
I can LB echo, and then when I echo the PHP codes, بتظهر عندي الايكو او الحاجه اللي انا عملتها على الويب براوزر. وده انا هقوله قدام ان شاء الله. فندي مثال يعني على الويب براوزر زي البي اتش بي. ده حاجه اللي بترن على الويب سيرفر. ده الفرق ما بين السكريبتنج لانجويج والبروجرامينج لانجويج. والويب براوزر حاجه اللي بترن على الويب براوزر زي الجافا سكريبت. تمام كده نقدر نوضح الفرق اكتر ما بين السكريبتنج لانجويج والبروجرامينج لانجويج. سو سيرفر and it run on the web server that is like PHP, but in the client side that the web browser and it's like JavaScript. اعتقد ان هي كده واضحه كفايه يعني. PHP runs with HTML. يعني ال PHP بيترن او بيشتغل مع ال HTML. It can be embedded in the HTML and PHP is going to return HTML to the browser. يعني ايه؟ يعني ال PHP بيشتغل مع ال HTML. يعني انا ممكن اكتب ال PHP codes بتاعتي جوه ال HTML نفسها. ممكن تكون embedded in the HTML وال PHP هو ده اللي بيطلع لي بعد كده الشغل بتاعي بيترن as HTML in the browser اللي هو ال client site او web browser. بكتب ال PHP جوه ال HTML. ده شيء طبيعي. ولما باجي بعمل ايكو بيتايكو على الويب براوزر او الكلاينت سايد. بي اتش بي اتس جوينج تو بي اور انبوت اند ذا ويب بيجز اتس جوينج تو بي اور اوتبوت. خلينا نكتب بي اتش بي اتس جوينج تو بي اور انبوت and the web pages it's going to be our output. يعني طبعا كلنا عارفين يعني input و output المدخل والمخرج اللي هو انا بكتب ايه. انا بكتب PHP بدخل PHP. طيب واجهة الاخراج بتاعتي هي ال output بتاعتي هي ال web pages. ويب بيج. تمام بي اتش بي سوري بي اتش بي بروفايدز وذ مور فلكسبيليتي. يعني البي اتش بي مور فلكسبل. يعني ايه مور فلكسبل؟ مور فلكسبل ذان اتش تي ام ال باي اتسيلف او باي اتسيلف الون. يعني ال اتش تي ام ال لوحدي ستاتيك زي ما قلت في الاول. البي اتش بي بروفايدز مور فلكسبيليتي بيدينا مرونه اكتر او بيخلي الكود اللي بكتبها فيها داينامكس. هي دي اللي بتحرك الصفحه بتاعتي او البيج بتاعتي. ف اتش تي ام ال ار ستاتيك باي نيتشر باي ذا نيتشر. يعني اتش تي ام ال ستاتيك ساكنه. ليتس تايب ده عشان الناس تبقى عارفه. HTML is static. PHP dynamic. Static يعني ساكن وdynamic يعني متحرك. ده الفرق بين HTML وال PHP. So HTML are static by the nature. And all the visitors to a web page see the same page all the time. But PHP is going to let us create a dynamic pages. يعني ال HTML لو حد فيكم دخل على page HTML. اوكي. خلاص احنا هنقف عند
الفرق بين HTML وال PHP. شكرا. ورحمة الله وبركاته، معكم عاصم فرحات من الدعم الفني. احنا دلوقتي هنقف المحاضرة لمدة 10 دقائق عشان صلاة المغرب، تقبل الله منا ومنكاتنا ان شاء الله. لو في حد كان فايته حاجة اعتقد انا هرد على بقية الاسئلة ان شاء الله. اي حد عنده اي سؤال يعني يقدر يكتبه او يدعونا عنده لغاية اخر المحاضرة، وفي اخر المحاضرة ان شاء الله هرد على كل الاسئلة ان شاء الله. اي اسئله مفيش مشكله، يعني ايا كانت الاسئله وايا كان عددها اقدر ارد عليها ان شاء الله. مفيش مشكله يا استاذ عاصم. في الدعم الفني هيدي للناس الميل بتاعي، ممكن ناس انا عندي ميل فيسبوك بتاعي شغال، كل الناس ممكن تقدر تشات معايا عليه او تعمل اد او وات ايفر مسج، مش مشكله. ولو في برضه اقول تاني، لو في اي اسئله او اي استفسار هقدر ارد عليه في اخر المحاضره ان شاء الله. شكرا. يا ريت لو في اي مشكله في الصوت او صوتي واطي الناس تقول لي علشان اقدر اعلي صوتي شويه او كده. شكرا. استاذ عاصم، اوكي شكرا. معلش هرجع للوايت بورد. احنا وقفنا عند the difference between HTML and PHP. وزي ما قلت ال HTML is static وال PHP dynamic، فالفرق واضح في معنى الكلمة. ال HTML ثابت أو ساكن، أما ال PHP more dynamic متحرك. فاحنا already شرحنا النقطة دي، ف let's continue with زي ما قلت HTML are static by the nature. And all the visitor to a web page see the same page all the time. يعني لو في حد من فيزيتور او حاجه داخل على بيج اتش تي ام ال ستاتيك شوف نفس البيج ما فيهاش اي تحركات، اما البي اتش بي is going to let us create dynamic pages فيها more action او فيها more dynamic. نقدر نقول ان the page content can change based on conditions such as interactions with the user or data stored on the database. يعني نقدر نقول ان المحتوى بتاع البيج ذات نفسه نقدر نغيره على حسب الظروف اللي احنا عايزينها من اي تفاعلات بتحصل او اي حاجه، او زي الداتا المتخزنه في الداتابيز بتاعتنا او في قاعده البيانات بتاعتنا. ف let's start with the PHP syntax. او syntax يعني تركيب الجمله ذات نفسها. It's gonna be very similar to C or Java or Perl. لو في حد عارف البروجرامينج لانجويج دي اللي هي زي السي او الجافا او البيرل، فاكيد الناس هتبقى عارفه، او الناس اللي اوريدي دارسه حاجه زي كده هتلاقي ان الفرق ما بينها وما بين ال HTML مش كبير. So if you know any of this language you're gonna find the similarity between the PHP and the other language. Also it's like ESP active server pages، ودي كانت نقدر نقول عليها ان هي مايكروسوفت فيرجن اوف بي اتش بي. دي كانت حاجه عاملاها مايكروسوفت نسخه من البي اتش بي اسمها اكتف سيرفر بيجز، اي اس بي واختصار لاكتف سيرفر بيجز.
ممكن اكتب الكلام ده البورد فروزن يا استاذ عاصم تقريبا كده اوريدي اشتغلت شكرا. ASP it's equal to active server pages. And it's Microsoft version, sorry, PHP. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن the history of PHP أو تاريخ ال PHP أو إزاي اتكريت ال PHP أو اتوجد إزاي ال PHP. فهنقول PHP history. PHP history كان version 1. I'm sorry. Sorry. Version 1 was created on 1994 and it called CGI binaries. That can فيرجن نمبر 1. اول فيرجن اتعمل في البي اتش بي اتعمل سنه 1994 سي جي اي بيناريز اند ذا سي بروجرامينج لانجويج اند ات يوزد تو مينتين ذا ويب بيج. الفيرجن نمبر 1 ده اتعمل علشان يمينتين الويب بيج او كان الناس بيقدروا ان هم يعدلوا او مش نقول ان هو يعدل هو مينتين يعني تصليح ما كانوش لسه بيقدروا ان هم يعدلوا قوي كان جزء من سي بروجرامينج لانجويج هو كان سي كابيتال سي بروجرامينج لانجويج. اوكي ده كان فيرجن نمبر 1 مش هطول في الهستير. فيرجن نمبر 2 نمبر 2 was created on 1995 يعني بعديها بسنه على طول اتعمل فيرجن نمبر 2. وفيرجن نمبر 2 كان نقدر نقول ان هو مور فورمالايزد فيرجن اند امبروفد ذا اوريجينال فيرجن حسنوا من الاوريجينال فيرجن اللي هو فيرجن نمبر 1. ونقول ان ذا فيرست بابليك ريليس اوف بي اتش بي اند ات ستاندز فور بيرسونال هوم بيج تولز يعني ات ستاندز فور يعني نعرف يعني ايه كلمه بي اتش بي. دي كانت اول مره اتعملت فيها بي اتش بي او اطلق عليه بي اتش بي وكانت اختصار لكلمه بيرسونال هوم بيج تولز. فاحنا لو خدنا كلمه بيرسونال بي وهوم اتش وبيج بي هنقدر نجمع كلمه بي اتش بي ومن هنا كان
اول اصدار للبي اتش بي او كما اطلق عليه بي اتش بي، لكن فيرجن نمبر 1 اللي اخترعه واحد اسمه اسكن جوتمس اللي هو عمل حاجه اسمها بي اتش بي، كان ستاند تو سي بروجرامينج لانجويج، كان جزء من البروجرامينج لانجويج سي بروجرامينج لانجويج، لكن في فيرجن 2 اصبح يطلق عليه بي اتش بي ستاندز فور بيرسونال هوم بيج تولز. فيرجن نمبر 3 وال 1998 let's say in 1998 things has changed when two other developers got involved. كان دخل اتنين من ال developers او مطورين لل PHP وبدأوا يطوروا في ال PHP. كان واحد اسمه سيزرفيسكي اند اندي جوتمس، دول الاثنين الديفلوبرز اللي طوروا الفيرجن 2 اتعمل سنه 1995 وعملوا فيرجن نمبر 3 ونكتب stands for PHP with cones hyper text. فيرجن نمبر 3 اللي اتكريت في 1998 stands for PHP becomes hyper text preprocessor. ده اختصار لكلمة PHP. فلما سألوا الناس اللي هم اللي طوروا ال PHP ازاي كلمة PHP becomes hyper text preprocessor ازاي stands for PHP، قالوا ان احنا هناخد كلمة PHP اللي هي اول كلمه موجوده، ان البي اول بي في البي اتش بي هي بترمز لكلمه بي اتش بي نفسها، اي كور سنس اوف هيومر سو ديل ويز ات. اوكي ات واز سبورتد باي ويب براوزرز. الديفلوب اللي اتعمل في نسخه او الفيرجن 3 كان ان هي سبورتد باي ميني ويب براوزر but it's not being improved or actively maintained. كانت يعني كان في براوزرز كتير بتسبورت للفيرجن نمبر 3 but still actively not actively maintained. لسه ما تعدلتش to be active or improved. فهيحقق الكلام ده فيرجن نمبر 3. Number 4, sorry, equals to created in 2000. Now things have changed once again. احنا قلنا ان اللي اخترع الفيرجن نمبر 1 اللي هو Asking Goldness formed a new company called Zend. اخترع او عمل شركة اسمها Zend او كون شركة اسمها Zend، و Zend rewrote the code of PHP. بدأت كتبت او عادت كتابة الكودز بتاعت ال PHP. Still actively supported by updates. هنا النسخة دي من ال PHP اصبحت supported by updates. Updates, what I mean by updates, it's like security and bug fixing. كده نقدر نقول ان ممكن في updates ان هو يعالج مشكلة security او bug fixing.
bug fixing. وكان ليها new release. قماش ده ليها اصدار سنة 2007 وهو لسه شغال، يعني فيرجن نمبر 4 ده لسه شغال إلى الآن. فيرجن called 4.4.7. It's a new version اللي أطلق في 2007 and it's already on the works right now. Version number 5 was created on 2004, which based on another improved version of the Zend engine. يعني يعتبر هو متاخد فول من version number 4 أو من الشركة اللي أنشأها مستر أسكن جوتمس اللي هي اسمها زند. فتاخد تقريبا يعني تطورت او طوروها في فيرجن 5 بنيو كودز تو فيرجن 5 من زند انجن. The latest version still being developed version called the lost version that has been created in 8 2007 and it called by 5.2.1. That was the last version. كان في فبراير 8 فبراير 2007. This version still being developed. The version was called 5.2.1, released on February 8, 2007, and it has better database connectivity. يعتبر هو اكتر واحد ال database بتاعته connectivity او بعض، وهو يعتبر احسن واحد. وهو تقريبا احنا هنشتغل ان شاء الله في ال يعني في دعم المحاضرة الجاية لما نبدأ نشتغل نكتب كودز اعرفكم ازاي. هنشتغل على two versions اللي هو version 4 و version 5 اللي released اللي هو 4.4.7 او 5.2.1. اتس اوكي، اي واحد فيهم هيشتغل لان هما الاثنين ستيل ووركس. كده احنا عرفنا تقريبا ذا هيستوري اوف بي اتش بي، يعني كان كام فيرجن، اول فيرجن اتعمل كانت سنه كام، واللي عمل بي اتش بي كان اسمه ايه، والناس اللي طوروا البي اتش بي كان اسمهم ايه، ايه الشركه اللي طورت الكودز بتاعت البي اتش بي ات كولز زند. فهنا نبدا نخش على حاجه ثانيه، و واي دو يوز بي اتش بي، ليه احنا بنستخدم البي اتش بي مش بنستخدم اني اذر لانجويج. سكول داون. استاذ عاصم، انا كل ما بحاول اكتب في البورد، البورد بينزل بيطلع لفوق. سوري،
استاذ عاصم الدعم الفني. خلينا نبتدي لغايه ما استاذ عاصم يرد عليا. Why do we use PHP؟ ليه احنا بنستخدم PHP؟ Why to use PHP instead of any other programming language؟ فلو ده السؤال اوكي. People are raising their hands. Okay. Okay, I know people are raising their hands. أنا عارف ناس بترفع إيديها، أنا مش عارف أرسبوند إزاي أرسبوند على الناس دي، فهضطر إن أقول لهم برضه معلش لو الناس عندها any further questions. يعني نخليها شوية، أنا هدي وقت الناس كلها تسأل كل الأسئلة اللي عندها، وهقول كل الناس محتاجة تسمعها وما فيش مشكلة، فخلينا لغاية آخر المحاضرة. أوكي برضه الناس بتريز هاندز. أوكي let's continue with the why do we use PHP instead of any other programming language. First, when we discovered the limit of HTML, so we need more. يعني لما ابتدينا ان احنا نكتب في ال HTML لقينا ان ال HTML محدود، يعني مش هيقدر يعمل كل اللي احنا عايزينه. فهنا ابتدت او ابتدى المطورين او الكاتبين للكودز بتاعت ال PHP تطوير اللغه علشان يخلوا الناس يقدروا ان هم يعملوا مور اكشن جوه السايت او البيج وات ايفر. سو بي اتش بي از اوبن سورس. ليتس تايب ذات بي. مش عارف اكتب ازاي. استاذ عاصم ارجوك لو في حد من الدعم الفني يقدر يرد عليا. البورد برضه بيتحرك لوحده. استاذ عاصم دعم فني. بليز اني ون. Okay, now type PHP. PHP is open source. PHP is open source. Also free software. تحت open source هنقول يعني ايه open source؟ يعني ايه free software؟ open source what I mean by open source is that the source code is available for everyone to study and to use and modify. يبقى هكتب برضو source code is for everyone to study, use and modify. And what I mean by free software is it's free to download and
free to use. So open source, open source يعني السورس كودز او الكودز بتاعتنا is for everyone, it's for everyone to study. يعني ممكن اي حد ان هو يقدر ياخد الكودز يدرسها يستخدمها يعدلها زي ما هو عايز, عشان كده هي اسمها open source. وفري سوفت وير يعني متاح لك ان انت تداونلوده, يعني يبقى عندك على جهازك موجود معاك في اي مكان, وفري تو يوز لك الحق ان انت تستخدمه في اي وقت. بس في ناس طبعا عندها عقده الفري سوفت وير, ان الحاجه الفري او الفري سوفت وير لازم تبقى مش ده حاجه. بالعكس البي اتش بي من اقيم البروجرامنج لانجويج الفري سوفت وير اللي ممكن اي حد ان هو يستخدمها. معظم الويب ديفلوبرز بيفضلوا البي اتش بي على اني انذر بروجرامنج لانجويج ايفن ويتس فري سوفت وير اند اوبن سورس. بيبل ار ريزنج هاندز اجين. اوكي allowed Radwa to chat, please type your message. Radwa you can chat now. Okay, not responding. Okay, all right. Okay, let's see once again. PHP and why do we use PHP? PHP is a cross platform to develop and what I mean by that is cross platform that we can put PHP in Windows server or Mac server or Linux server. That means that we can put PHP codes, and I mean PHP codes, PHP or PHP codes. People raising hands. PHP codes in Windows or Windows server or Mac server or Linux server. يعني cross platform to develop, يعني ممكن استخدم البي اتش بي او احط البي اتش بي بتاعي علشان استخدمه. ممكن استخدم البي اتش بي بتاعي او احطه على جهازي, سواء كنت بستخدم ويندوز سيرفر او ماك سيرفر او لينكس سيرفر, وات ايفر انا بشتغل على ايه. اوكي whatever انا بشتغل على ايه مش هيفرق معايا الموضوع ده. And also to develop cross platform to develop or to deploy. And what I mean by deploy is that in the user browser, يعني اللي بيستخدم ال browser أو ال user browser, we can deploy it in the user browser regardless that he use whether it is Windows, Mac, or Linux.
يعني حتى البراوزر بتاع اليوزر ذات نفسه وات ايفر هو بيسمي ايه، ده موضوع مش هيفرق معايا. يعني انا مش هيفرق معايا سواء كنت انا ذات نفسي البروجرامر بشتغل على ويندوز سيرفر وماك سيرفر او لينكس سيرفر او ايفن ذا يوزر براوزر سواء كان على ويندوز او ماك او لينكس. That's not the problem او مش مشكله بالنسبه لي. Let's type that the user can Windows or Mac or Linux. So آخر حاجة نقدر نقول عليها إن ال PHP is powerful. Also robust and scalable. يعني ال PHP powerful robust sorry robust مش robust robust and scalable يعني قوي. نقدر نقول ان powerful و robust الاثنين معناهم ان هو قوي whatever بأي معنى، و scalable ان هو اقدر احجم الكود بتاع بي اتش بي زي ما انا عايز. ف I think people understand the meaning of the three words powerful and robust and scalable. Okay so web development specific means that in written from the very beginning with the web development mind. يعني ال PHP بتاعنا نقدر نقول عليه ان هو web development specific او اتعمل مخصوص للويب ديفلوبمنت. يعني او الويب ديفلوب الويب ديفلوبمنت ال بي اتش بي ويب ديفلوبمنت سبيسيفيك تحديدا ويب ديفلوبمنت يعني ان هو اتكتب من البدايه ل او بعقل واحد ويب ديفلوبر. يعني اتعمل من البدايه مخصوص للويب ديفلوبمنت، هو اتعمل بدماغ او بعقل او بتفكير واحد ويب ديفلوبر. and also can be object oriented especially version 4 great documentation in many language. يعني دي مميزات ال PHP. طبعا انا هكتب ال تلاقي فين ال documentation بتاعت ال PHP php.net/docs.php. لو عايز تبص على او تعرف
يعني ايه الدوكيومنتيشن، والدوكيومنتيشن موجوده ب بلانجويج كتير، وموجود فيها لو قادر ان انت تبص على الـ على الويب سايت او الويب بيج اللي مديها لك، هتلاقي معظم الكودز موجوده بتقريبا لغات كتير جدا. وده موقع بي اتش بي الليجل بي اتش بي اللي ممكن تقدر تبص عليه على اي دوكيمنت انت عايزها. وان شاء الله في المحاضره اللي جايه هسيب للناس كده زي برنت سكرين او حاجه فيها الشرح بتاع مكان البي اتش بي، وازاي تلاقي الدوكيومنتيشن، وازاي تلاقي بروجرامز، او ازاي تلاقي اي حاجه بتحكي في البي اتش بي. دي ما فيهاش مشكله ان شاء الله. نقدر نقول ان اخر حاجه في البي اتش بي او why do بي اتش بي because it's large active developer community، يعني توجد فيه حوالي تقريبا over 20 million websites use PHP large also active developer community. Large active developer community. اوكي. ان شاء الله احنا تقريبا خلاص، يعني احنا قربنا ان احنا نوصل لموضوع الاسئله، ف بيستحملوا شويه. خلاص احنا في اخر حاجه اللي هو طريقه الانستليشن، او ازاي عشان نقدر في المحاضره اللي جايه ان احنا نبدا نكتب الكودز بتاعتنا ونبدا نشتغل. طبعا كل حاجه ليها بريبريشن. شكرا استاذه نجلاء. كل حاجه ليها بريبريشن، فانا مش هقدر اشتغل من ان انا اروح جايب البراوزر بتاعي وابدا اكتب بي اتش بي، لان الناس لازم تعرف ان عشان اكتب بي اتش بي لازم اكتب بي اتش بي في حاجه، ولازم الحاجه دي تيكوا. ده اللي انا هقوله دلوقتي، وموضوع الانستاليشن اوف بي اتش بي، او انا المفروض يكون على جهازي في ايه عشان اقدر اكتب الكودز بتاعت البي اتش بي. فالناس تركز معايا في الموضوع ده علشان المحاضره اللي جايه ان شاء الله نبدا نشتغل ونكتب بي اتش بي كودز على طول، ما ياخدش مننا موضوع الانستاليشن وقت. فهنقول اول حاجه you will need many things like first، اول حاجه هنبقى محتاجينها ويب براوزر، سوري ويب سيرفر، والويب سيرفر انا بستخدم اباتشي، بستخدم اباتشي فيرجن 1.3 اباتشي. Version 1.3. طبعا الويب سيرفر ليه محتاج ويب سيرفر؟ ان اور لوكال ماشين على الجهاز بتاعك في البيت لازم يكون عليه الويب سيرفر عشان نقدر نحط عليه، يكون هو ده السيرفر بتاعنا اللي احنا هنرن عليه، هنقدر نرن عليه البروجكت بتاعنا او الكودز بتاعتنا. فلازم كل واحد يكون عنده سيرفر، فاحنا هنستخدم ويب سيرفر. انا بستخدم اباتشي، وانا هقول لك تجيب الحاجه دي منين اكيد ان شاء الله. تاني حاجه محتاجها هو بي اتش بي، طبعا احنا اوريدي بنشتغل بي اتش بي. البي اتش بي انا بستخدم فيرجن 5.2.1. طبعا الناس اللي متابعه معانا واللي شايفه التكست او البورد اللي انا كاتبه عارفه فيرجن 5.2.1 انهي فيرجن.
وبرضه هقول لك هتجيبه منين. هنستخدم بي اتش بي سو ذات ويب سيرفر اندرستاند ذا فايلز ذات وي كرييتد اند ذن سيرف ذم تو اور براوزر. يبقى انا بكتب بي اتش بي ذات ويب سيرفر اندرستاند عشان يفهمها الويب سيرفر, يفهم الفايلز بتاعتي and then اللي انا عملت لها كرييت, وبعد كده سيرفر them to our browser. انا بعد كده بايكو الكلام ده او بوديه على الايه الويب براوزر. ثالث حاجه انا محتاجها داتابيز. داتابيز وانا بستخدم ماي اس كيو ال فيرجن 5.0. طبعا لازم محتاجين داتابيز, الداتابيز بتاعتنا so that we can start creating PHP applications that connected to database. عن الكلام ده ال creating بتاعي ال PHP applications لازم يكون connected ب database which is, give us the ability to create more full feature applications. تمام. رابع حاجه هبقى محتاجها هو تكست اديتور. انا نفسي انا رن البروجكت, انا برن البروجكت بتاعي على لوكال سيرفر او لوكال ماشين على البي سي بتاعي او على اللابتوب بتاعي. انا بستخدم ويندوز, فانا الويندوز للويندوز بستخدم كومودو. الناس اللي بتشتغل ده فور ويندوز. الناس اللي بتستخدم ماك ممكن يستخدموا تكست ميت. والناس اللي بتستخدم لينوكس ممكن يستخدموا برضو كومودو. فالناس اللي بتستخدم ويندوز او لينوكس ممكن يستخدموا الكومودو ده تكست اديتور كويس وهيساعدنا كتير. الناس اللي بتستخدم ماك او شغالين على ماكنتوش او اللوكال ماشين بتاعهم ماكنتوش ممكن يستخدموا تكست تكست ميت. هيلاقوا التكست ميت. التكست ميت برضه هقول لك انت هتجيبه منين. كل دي حاجه ما يعني انا مش عايز الناس تقلق, انا هقول كل حاجه موجوده فين ان شاء الله. وفي النهايه انا محتاج ويب براوزر. ويب براوزر وانا بستخدم الفاير فوكس. طبعا الناس اللي بتشتغل على اللينوكس عندهم فاير فوكس برضو. الناس اللي بتشتغل على ماك اظن اعتقد عندهم حاجه اسمها سفاري او وات ايفر ذا براوزر از. دي مش مشكله بالنسبه لي. ان شاء الله ما فيش مشكله يا استاذ محمود. تمام استاذ محمود. استاذ محمود ابو العز, التكست اديتور هو مش مشكله لو انت هتقدر تكتب على اي تكست اديتور وات ايفر انت بتستخدم ويندوز اور لينكس اور ماكنتوش. التكست اديتورز كلها واحده وكلها بتأدي نفس الغرض. يعني مظبوط فيها اوتو كومبليت. كل اللي انا قلته الكومودو او التكست ميت فيها اوتو كومبليت, وتقريبا معظم التكست اديتورز فيها اوتو كومبليت. فدي حاجه احنا مش هنقلق منها لان انا اوريدي ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه هدي للناس التكست او في نوت باد بلس بلوش. ايوه مظبوط.
ما يا ريت الناس يعني تلتزم باللي انا هديه للناس. يعني اللي انا اوريدي ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، خليني اكمل كلامي. انا هجاوب على اسئله، يعني ادوني فرصه اجاوب، يعني هجاوب على واحد واحد، فادوني فرصه اجاوب. شكرا. فواحد واحد، استاذ محمود انت بتسال عن التكست اديتور. ما اعرفش انت بتستخدم اي تكست اديتور، بس اي تكست اديتور من اللي انا كاتبه ده دون تمام. اي تكست اديتور من اللي انا كاتبه قدامك دون في اوتو كومبليت، فدي ما فيهاش مشكله. النوت باد بلس بلس ما فيهوش، مظبوط ما فيهوش، بس وات ايفر، يعني هو مش مهم. انا اوريدي احط للناس HTML او PHP الكودز بتاعته مكتوبه في تكست اديتور ومتاخده عندي اوريدي سورس عندي، هرفعه للناس كل اول محاضره عشان الناس تقدر تداونلوده وتشوف اللي مكتوب ده مكتوب ازاي، تقدر تشغله عندها. بس طبعا انا هبقى محتاج من الناس ان هي تكتب معايا علشان تقدر تتعود على الكتابه وتتعود على طريقه الكتابه. تمام. احمل البرامج دي منين؟ انا هحط البرامج دي ان شاء الله، يعني هعمل لها ابلود، يعني هقسمهم زي ما انا هكتب دلوقتي كده، هقسمهم باختصار ان ال اي بي واختصار لينوكس ماشين او سيرفر، لينوكس سيرفر ان شاء الله. يبقى ال اي بي، يعني كل واحد هيلاقي فايل، هتلاقوا اربع فايلات ال اي بي و دبليو اي بي، ودي اختصار لويندوز سيرفر و ام اي بي، واختصار لماك سيرفر، وفي زاب اكس بي، ودي فور اني اوف ذوز. فان شاء الله انا هحط، يعني هي الملفات هتبقى صغيره، مساحتها صغيره، جواها كل البرامج اللي انا قلت عليها، اللي هي جواها الويب سيرفر والبي اتش بي والداتا بيز والتكست اديتور. طبعا مش هيبقى جواها الويب براوزر، انت اوريدي عندك الويب براوزر بتاعك على اللوكال ماشين او اللوكال ماشين بتاعك. فكل واحد يبقى عارف هيختار ايه. ال بي للناس اللي شغاله على اللينوكس سيرفر، الدبليو اي بي للناس اللي شغاله على الويندوز سيرفر، الام اي بي للناس اللي شغاله على الماكنتوش سيرفر، والزاب او الاكس بي اني اوف ذوز، لاي حاجه من دول. فالناس يعني ما تستعجلش، انا اوريدي هحط الحاجه دي ان شاء الله في بدايه المحاضره اللي جايه، هتبقى موجوده على اللينك اللي الاستاذه نجلاء حاطاه ان شاء الله. الناس مش هتتعب في ان هي تدور على السورس دون ان شاء الله، كل حاجه هتبقى موجوده ان شاء الله، غير طبعا التكست. تمام. التكست العفو تمام. لا لا يعني ماشي اوكي. لو في حد عنده اني كويستشن فيا ريت واحد واحد عشان اقدر ارد على الاسئله. فلو حد عنده سؤال بس باختصار يا ريت. ماتيريال تمام، الماتيريال للدورة تمام. تمام واحد واحد. طيب ممكن ناخد شوية أسئلة ونقفل الشات وأرد عليها وبعد كده بقية الناس أوكي. تمام. أستاذ محمود أنت عن الماتيريال للدورة، الماتيريال للدورة هترفع كل يوم في محاضرة، هتترفع قبليها، هتبقى موجودة قبليها عندك على المكان اللي احنا فيه دلوقتي
مكان السيشن نفسه هتبقى موجوده فوق داونلودنج او ده رابط الايفنت. اوكي شكرا استاذه فاطمه. على رابط الايفنت او على الرابط هيبقى مكتوب وهيتعرض للناس يوم بيوم قبل المحاضره ان شاء الله، هيبقى موجود في السورس او الماتيريال بتاعت المحاضره قبليها ان شاء الله، دي ما فيهاش مشكله. حد عن سؤال تاني؟ What's the difference between G2EE and PHP؟ ماشي يا استاذ محمود ابو النجا، انا عشان ارد على سؤال حضرتك فانا ممكن اسيب لحضرتك برضو تكستايه كده باسم حضرتك، انا هكتب اسم حضرتك عندي. اوكي عشان انا تقريبا شرحت الفرق ما بين اللانجوج او بين ديفرنت لانجوج، بين السكريبتنج لانجوج والبروجرامينج لانجوج، فانا هكتب اسم حضرتك واسيب لحضرتك تكستايه باسم حضرتك فيها الرد على سؤال حضرتك، هتلاقيه موجود في المحاضره الجايه ان شاء الله. ما فيش مشكله يعني هقول لحضرتك ديفرنت بين الجي 2 اي اند بي اتش بي فهياخد وقت. اوكي هناخد اس كيو ال، احنا مش هناخد ثانيه واحده ماشي اوكي واحد واحد اس كيو ال، احنا مش هناخد اس كيو ال كتير بس احنا هناخد اللي يعرفنا ازاي يكون عندنا داتابيز مترابطه نقدر نشتغل بيها. يعني احنا هننستول الويب سيرفر على اللوكال ماشين بتاعنا وهنعمل شويه تشينجز كده في الاس كيو ال داتابيز عشان نقدر نحط الداتا بتاعتنا ونقدر ان احنا نستخدمها كويس، مفيش مشكله في الموضوع، فاحنا مش هناخد اس كيو ال كتير. يبقى رد على سلمان، از ذير فاينل بروجكت؟ ان شاء الله اكيد في فاينل بروجكت طبعا، اللي هو ازاي الناس تقدر تكريت سايت بالبي اتش بي يوزنج ذا كود اوف بي اتش بي، ودي حاجه احنا بعد لما نخلص خالص هعمل تيست صغير للناس اللي عندها قدره ان هي تقدر تشتغل على فاينل بروجكت او تقدر فعلا تكريت بي اتش بي، عشان اقدر افرق ما بين الناس اللي فعلا فهمت الكورس واستفادت منه او لا، او نعمل فاينل كوتيشن كده، ما نقدرش نسميه فاينل بروجكت لكن فاينل كوتيشن ان شاء الله. محمد طلعت عليك بعد ما نخلص الكورس ده يعني ايه بي اتش بي، نقدر نعمل شغل ايه بالمشاريع اللي نقدر نعملها. استاذ محمد، بي اتش بي دي بروجرامينج لانجويج تقدر تعمل بيها اي ويب ديفلوبمنت، واكيد لما مفيش مشكله اكيد لما هنخلص الكورس حضرتك هتقدر تعرف انت تقدر تعمل بيه ايه، او انت حدودك في البي اتش بي ايه. البي اتش بي ملوش حدود عامه، لكن المين بروجكت او المين ستوري بتاعتنا ان البي اتش بي نقدر نعمل بيه دايناميك سايت by typing the codes of PHP inside the HTML and styling the cascading sheet with CSS. Okay. أنا عندي مشروع e-learning solution أقدر أعمل فيه قد إيه؟ and how we can hide PHP codes. أستاذ أحمد PHP codes it's already hidden. ال PHP codes ما بتتقريش على الويب براوزر، ودي حاجة أنت هتشوفها لما نبدأ نستخدم الكود بتاعت ال PHP لو كان ده أصدر من السؤال. أما أستاذ إنجينير محمد طلعت أنا ما أعرفش مشروع حضرتك بالظبط إيه، e-learning solution، لكن ممكن نقدر نتشات اون برايفت كده، ولو في اي حاجه اقدر اساعدك فيها ممكن، ما فيش مشكله ان شاء الله. ف اني اذر كويستشنز؟ تمام. استاذ احمد
العفو استاذ سلمان تحت امرك وتشرفنا. استاذ احمد what about hide html codes استاذ احمد html codes is already hidden زيها زي ال php ممكن ما تستعجلش شويه الاسئله دي لسه اجابتها قدام واكيد حضرتك هتعرف اجابتها قدام لما نبدا نشتغل كود بي اتش بي. HTML لسه بدرس HTML هيبقى سهل عليا استيعاب الكورس ولا هيكون في مشاكل؟ اعتقد يعني ال HTML مش صعب دراسته مش صعبه كذلك ال PHP لو انت حابب PHP وحابب تكون فعلا ويب ديفلوبر برضه هو مفيش مشكله فان شاء الله يكون استيعابك اكتر وان شاء الله ما يكونش في اي مشاكل وان شاء الله اقدر افيد حضراتكم جميعا. دي اول مره لي في تعلم لغات البرمجه فالفاتني كثير ما يعني اعتقد لو استاذ يحيى استاذ يحيى اوكي استاذ احمد ثانيه واحده استاذ يحيى لو دي اول مره حضرتك بتتعلم فيها بروجرامنج لانجويج فانا يعني ارجع لحضرتك ان انت تتعرف على حاجه اسمها HTML وCSS كاسكيدنج ستايل شيت قبل ما تبدا تخش في البروجرامنج لانجويج لان البروجرامنج لانجويج از يعني نقدر نقول ان هي شويه كومبليكيتد بس لو حضرتك عندك الطموح ان انت تتعلم بروجرامنج لانجويج فان شاء الله ما فيش اي مشكله يعني انا هحاول ابسط المواضيع بتاعت لاقصى الحدود بحيث ان كل الناس تقدر تفهم وكل الناس تقدر تشتغل بي اتش بي. استاذ احمد ويل ستارت فروم ذا بيجيننج اكيد انا هستارت فروم ذا بيجيننج بس مش هقدر ادي انتروداكشن تاني ان انا خلصت الانتروداكشن في البي اتش بي يعني انا النهارده اديت معلومات عامه عن البي اتش بي ايه البي اتش بي يعني ايه بي اتش بي ازاي كريتد البي اتش بي مين اللي عمل بي اتش بي اتعمل سنه كام الفيرجنز بتاعته فانا مش هقدر اقول الكلام ده تاني لكن هبدا فعليا ان شاء الله من المحاضره اللي جايه والفيرست ستيب بعد الانستاليشن اوف ذا بي اتش بي ان شاء الله. اني اذر كويستشنز في اي اسئله تاني؟ العفو شكرا. شكرا استاذ عمرو شكرا استاذ عمرو. طيب واحدة واحدة عشان اقدر ارد على الاسئلة واحدة واحدة. شكرا استاذة زينب شكرا جزيلا جزيلا الله واياكم كل خير ان شاء الله. فسريع ارد على الاسئلة. عفوا كم مدة الكورس استاذ سحر؟ مدة الكورس ان شاء الله هتبقى from one and a half month يعني شهر ونص to two months يعني نقدر نقول ان هو تقريبا ما بين شهر ونص او شهرين. دي هتبقى مده الكورس هحاول ان انا اشرح فيهم على قدر وان شاء الله بعد ما اخلص الكورس ممكن استاذن الناس اللي شغالين في جمعيه البارين ناس جزاهم الله كل خير استاذنهم ان انا اخد اسبوع علشان لو في حد عنده عايز فعلا يعمل بروجكت او فاينل بروجكت او فاينل كوتيشن فهتبقى متاحه للناس ان شاء الله. مواعيد الكورس اتكتبت المواعيد ده هتبقى يوم الاثنين والاربع ابتداء من الساعه 6 بتوقيت القاهره عشان انا ساكن في القاهره فسوري. استاذ يحيى اتش تي ام ال لدي خلفيه عن اتش تي ام ال فاسيلتيز اكيد طبعا هتفيد حضرتك احنا قلنا الكلام ده كتير. طبعا اكيد ال HTML مفيد ومهم جدا في ان انت تقدر تستخدم PHP. استاذ ابراهيم حضرتك ممكن تنزل PDF اللي قلت عليه في البدايه. حاضر استاذ ابراهيم انا هحط PDF بتاع لو حضرتك تقصد PDF بتاع ال HTML و CSS فهو موجود مفيش مشكله. لا لو حضرتك تقصد سوري حاجه ثانيه فممكن تقول HTML عندي لغايه دلوقتي HTML استاذ محمود ابو العز اوكي دي حاجه كويسه
شكرا استاذ زينب مره تانية، دعم الفني مهند. شكرا شكرا استاذ مهند جدا. ليس عندي درايه بالسي اس اس استاذ محمود ابو العز. مفيش مشكله، احنا مش هنستخدم عامه الكاسكيدنج ستايل شيت في البي اتش بي تماما، فالناس بس لو هي الناس عارفه اتش تي ام ال فدي حاجه كويسه، وشكرا للناس شكرا للناس اللي عارفه ال HTML انها هتساعدني كتير، لكن بالنسبه لل CSS فاحنا مش هنستخدم CSS. استاذ ابراهيم لو حضرتك اوكي حضرتك بتكونفيرم ان هو HTML CSS هرفعه لحضرتك، اوكي هيبقى موجود على رابط المحاضره ان شاء الله. استاذه هبه ASP.NET and PHP ما هو الفرق، ما هو فرق الافضل؟ انا مش فاهم كويس السؤال، لكن لو حضرتك بتتكلمي انا برضو انا قلت ايه الفرق بين السكريبتنج لانجويج والبروجرامنج لانجويج، وضحت الفرق بينهم كويس. ف اوكي انا هضطر ان انا هسيب المحاضره الجايه تكست مكتوب فيه الفرق ما بين ال ASP.NET and PHP. كان في سؤال شبهه برضه فوق فانا هجاوب على الاثنين واسيبهم في تكست الناس اللي عايزه تعرف اكتر عن ايه الفرق ما بين بي اتش بي واي اذر بروجرامينج لانجويج، فما فيش مشكله. اوكي استاذ هبه، استاذ محمود ابو العز بالبرنامج دريم ويفر هنستخدمه، لو حضرتك عايز تستخدم دريم ويفر انا ما عنديش مشكله، لو انت قادر ان انت تستخدم ويفر ما فيش مشكله، لكن انا مش هستخدم دريم ويفر، انا هستخدم البرامج اللي انا قلت عليها، هستخدم تكست اديتور عادي خالص، لان انا مش هحتاج اتش تي ام ال وكاسكيدنج شيت كتير، مش هحتاج دريم ويفر كتير، او مش هقدر اربط دريم ويفر كتير، انا هخلي الناس تعرف يعني ايه ويب سيرفر عشان تقدر تعرف الفرق ما بين الويب سيرفر والبي اتش بي والداتا بيز والتكست اديتور والويب براوزر اللي هي التولز بتاعتنا، فاحنا مش هنستخدم دريم ويفر. استاذ محمد طلعت، جدول المحاضره هتلاقيه في الاعلان على الرابط بتاع الموقع اللي هو الاعلان. سوري اعلان الكورس، هتلاقي مكتوب فيه الخطوات والحاجات اللي احنا هنتعلمها، بس طبعا جوه كل شابتر منهم جواه حاجات تانية هقولها في كل فيرست شابتر، هقول احنا في كل شابتر هندرس ايه وهناخد ايه بالظبط، فمفيش مشكله. استاذ احمد، how we can merge CSS with PHP, I believe this is the main problem in the all beginners. استاذ احمد هقول لحضرتك تاني، احنا مش هنستخدم CSS، احنا تقريبا مش هنستخدم CSS كتير، او مش هنستخدم CSS عامه سكريبت ستايل شيت، لكن ال CSS بنستخدمه مع ال HTML، ما بين ال HTML وال CSS and when it's still it's static. So لما بنيجي نبدأ أي project أو أي page أو creating بنعمل HTML style CSS and then بنترانسفير الكلام ده to dynamic ways أو dynamic by PHP. فالميرج مش صعب، لان احنا بنميرج ال CSS بال HTML مش بال PHP. Any further questions؟ لو في اي اسئله ثانيه علشان اذان العشاء. Any questions؟ عفوا استاذ نالا، شكرا شكرا معاكم، شكرا انتوا يعني ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا حاجه او استوعبتوا حاجه، يعني احنا ما قلناش كتير بس الناس تكون قدرت تستوعب حاجه. Thanks man, wish you all the best in your coming lectures. شكرا استاذ احمد، شكرا جزيلا.
مشكورين استاذه فاطمه، استاذ يحيى شكرا جزيلا، استاذ احمد شكرا، استاذه نهله اشكر حضرتك جدا، استاذه فاطمه رب جزانا واياكم كل خير يا رب، استاذ ابراهيم جزانا واياكم والله كل خير، شكرا جزيلا، شكرا استاذه هبه، شكرا الناس، يا رب يا رب نقدر نكون عند حسن ظنكم. العفو استاذ محمود، شكرا كتير استاذه نرمين، ربنا يبارك فيكي، استاذ محمود شكرا، استاذ عمرو ربنا يبارك فيك، ثانكس ليلى العفو، استاذ عمرو شكرا العفو، اتس اوفر اتس براير تايم، سلام ماشي يا استاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وجزاكم يا رب كل خير. بجد شكرا كتير للناس اللي معايا في المحاضره، وارجو الناس تكون فعلا فهمت حاجه، وارجو ان شاء الله ان الكورس يكون، شكرا.